الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kin dai na sharku bai tira albarkantu soyon ora kan ti sharha sunna li imam al-Bukhari rahimallahu ta'ala irkoi subhanahu wa ta'ala ama tuji irman fai insha Allah irga margan da tira albarkantu إلي طاقكي أن كان المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره وليس مخلوقا لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل رحمهم الله ومن قبلهما من الفقهاء ومن بعدهما والمراء فيه كفر. أبي سبت إذن أفو سنعي أن كم لديك إن جاء إمام البربهاري أولي منهجه أكراه منهج أهل السنة والجماعة، منهج القرآن والسنة. ما تكني بشيء بقوي إلك سبحانه وتعالى توحيد لا عقيدة، فالشرك الذي لا عون به. أجنجا تلا منهج أهل السنة، عقيدة أهل السنة مجملة، أنا تلا إجمالا مرضيا، ثم ولم بن مفصل أبو غاقية إلسي. عقيدة عقيدة ولين أصل بار أصله أصل فوق ثم أصل فوق بندا. من أصول أهل السنة والجماعة أتون أهل السنة والجماعة وأنا أصول يرى أصل يرى كبا كم فوق سنيدا يقبر على سبب من أهل الجرع يقبر على سبب الجرع إذا يرى القرآن القرآن وما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى قرآني دحان كان لديك إن دائركم سبحانه وتعالى وانسمه القرآن دحان كان لديك إن دائركم سبحانه وتعالى سمه متقان فرقة فرقي إن ترفوك السنه إن جاي إلى شرع خريبا لك إفوبة لأهل السنة والجماعة مسائل يورا أصول يورا عقيدة يورا أنت عقيدة أهل السنة والجماعة. إمام البربهاري رحمه الله عقبا لإرث أصل بكم أصول أهل السنة والجماعة ربيا فرقي لجماعاتي كنتين ديانجا كان فوق سنيدا أصل وكن أصول يورا سلفنا الصالح رضوان الله عليه مسكا إجينجا تلي ولكن ده دمسك إجينجا يردي تيدا منهج بوغنو ولبن منهجهم كونه منهج سنتنا كان طالب العلم هي فانقوم لما بيها انقذ عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة بيّنه إن ردّنه يتينه عقائدة كان فوق سيد ولدها تقرير مطبة لي عقيدة أهل السنة والجماعة بان من كان لي أقوال المخالفين وليس ينفوق السنة أهل السنة والجماعة بان من كان لي أقوال دي السنة
ولن قوة ربي أنا إله لأنه ألفقي منا وين ينكرتر بس أني عقيدة وين ينكرتر دين جاي مثلا أبوان كم من تكال بورين نقول نسيني أن كان ده أكيا إلى كون كان بفوق سنرود سوون جاي نو أهل السنة هو جماعة دي ولا تشيف هو من تتلسك كلام بورين نسمي في اللنس لكن إذا في اللنس وكانت أكيد في أهل السنة هو جماعة مجرد دين فهم دائمو نيسو لا نبي من بيمو ودن قوة رد وريني دا ودن سيطالب العلم وكان نجه من سنتين ده لا تتقريره نبي ماذا هو أهل السنة هو جماعة حنك كوي أقوالي دي ده كوي فون سني مع قيل في أهل السنة هو جماعة بي خاصة بان كان جبان من نبون صول الشيكو عقيدة أهل السنة هو جماعة الآفة كانوا إلي بوربو بغا بسن طلبة العلم بسن دعاتي جاري كان من دابو أندن شيكويا أهل السنة والجماعة مهجا لكنه إبوبا إيران ليدن بو إسفوهم إسي فهم إسبيها كان في عقيدة أهل السنة والجماعة مسائل وراء أصول وراء وننغلطنا ما شيء كوي من بندن شيكو أهل السنة والجماعة نشي مذهبها بين في عقيدة بين في أصول بي ولين غلط ولي حتى أنه ودي أغواجب شيكوها كان قبنغا من شيكو لكو سبحانه تعالى كان من بندن شيكو مع عقيدة أهل السنة والجماعة بي كينا منه بان من أقوال المخالفين بي وركم فوقسن أهل السنة والجماعة بان من يسنى بي لما أهل السنة والجماعة منحدوا لأقائلي إذا مسائلي للأصول إلى منهج فنو منهجه إن كانت مكتي أقوال المخالفين وريكي ينفوق سنه سنه برما رد إيقا علينا ودن بندا لما أهل السنة والجماعة يوانا أقائلي لما ذهبي لما نحدوا لأصولي مكتي ودن بندا ورسوية محمد كي يتي أصول أهل السنة والجماعة لنجة جنين دين سيجينا أصول أهل السنة والجماعة لأقائد لمنهج ومليكة سيجي واتو لين ثبتا لين تقرير ثبتا لين سيمضنقا عن دائم وغندا واتو يمكن لي أقوال المخالفين وليكن ينفوق سند أهل السنة والجماعة ليكن لئي سنه ودن بند إن رديك لدليل قرآن للسنة لسلف سنه ولكن يقول منهج نوبة نوتا ليس ترى والتي أنا كان أهل السنة والجماعة إدونا إجاتي إليه وان ترى إما برامو وسند تقريره عقيدة قرآن للسنة مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أتى عقيدة الوصفية أرادات نفو مثلا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أتى كتاب توحيد وراء أوصول ثلاثة يعني أو سند عقيدة أهل السنة والجماعة القرآن بالسنة السلف السنة بدون إمثلة أقوال المخالفين ولكي ينفوق السنة أهل السنة والجماعة السنة والبند برامة أقوال أهل السنة والجماعة ما جنندي ولبند ما كان أقوال المخالفين ولكي ينفوق السنة أهل السنة ولكن هذا كان أقوال المخالفين وليكيا يفوكس الأهل السنة والجماعة ونعقيد هذه منهجه إنه ودي من دعوة كان لي أمر الجيزة إنه كان لي أهل السنة والجماعة يوان مذهبه في سنه رحمه الله رحمه الله جميعا إلكو سبحانه وتعالى لكو سوجين إرغو أصلي رغة أصول أهل السنة والجماعة حنكان لدي جندا إرغو سبحانه وتعالى ونسن أي قرآن قال المعلف رحمه الله ولقرآن كلام الله قرآن نتكلم إرغو سبحانه لا سنونه
أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله الإسلام كلام السنة والجماعة. ربنا وريكني قرآن من تلك السبان ثلاثة منه شيخ النبي عبارة قر لكن أهل السنة والجماعة وانفرارة القرآن كلام الله حقيقة لفظا ومعنى بحرف وصوت تسمع وليسمع. كيف هذه عبارة قريها شنو؟ قرآن إلكو سبحانه ثلاثة نونو ربية وريكني مسلكو سبحانه ثلاثة نونو حقيقة وريكني إلكو إثنان نونو أما المجاز هي قدية ما الحقيقة مسلكو سبحانه ثلاثة نونو حقيقة صوتا ومعنى لفظا لفظا لمعنى لغ دمعنا في كل عكو سبحانه ثلاثة نونو مفوق السني دبر ايكني قرآن إلكو سبحانه ثلاثة نونو معنا إلكو سمى اللغ زي ما تلكو سبحانه ثلاثة نونو فتكوك دي لغزا ومعنى بمعنى أهل السنة قبل ما رد الصائف فو ينجا جماعة فو ينجا كني قرآن إلكو يسنون معنا أما القاضي من تلكو سبحانه ثلاثة نونو ودي بوليتيكا رد بريدنجا صوتا حرفا وصوتا اي من لما رد وريغا كي ان اريكو يسلن ده صوت اريكو يسلن ده حرف انما اريكو يسلن ده كلام نفسي قائم بذاته دين راسا من وكان لكي اريكو يذاته اما من تسلن ده كلام نفسي قائم بذاته صوتا صوت وفي جمالا ولكن رب أنه جماعات يورا تبور أي كان فوق السنين لأهل السنة والجماعة مسائل يورا ودين في إمام البرهان والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره تنزيل إلكو سبحانه في الزمان دي إلكو سبحانه في الزمان دي قد بريكن جبريل لكون دانا وهو من إلكو سبحانه في الزمان دي جبريل لكون دابينه والله هو المحفوظ وراه أما ما تركوا سبحانه وتعالى نوازنه ونوره هو ركوا سبحانه وتعالى نوره ركوا سبحانه وتعالى نوازنه رد وليكن نوره رد وليكن إضافة القرآن إن قرآن دنبك ويركوا سبحانه وتعالى كمضافة العيان دنق عيني دنق ابن بيت الله دنق ابن ركوا سبحانه وتعالى فوه إضافة التشريف جيرين دي سنة دنباكو إلكو سبحان فلا من تصفة وقائم دي كان كيد إلكو سبحان فلا ودي انسالة فقال ونوره إلكو سبحان فلا نور وليس مخلوقا من تحنو كان إسكا لكم بريد مثلا وليكم فوق السنة الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذه المسألة مسألة أخرى طائفين كان جماهير كان جماهير كفوله طائفين كفوله جماعة ينقشر كله جماعة ينقشر الطائفة الأولى طائفة سنة إذا في جهنية المعتزلة جهنية المعتزلة بناء القرآن ألفاظه ومعانيه مخلوق لفظ لما نقول مخلوق خدتك هذين لفظ القرآن الجهمية المعتز إليه بناء القرآن لفظي وأن ألفاظي لفظي دمعاني مخلوق كل مخلوق هذين خدتك هذين كل فور خدتك هذين بناء على ماذا؟ بنا على نفس الصفة سنبرينا صفة قارئة لكم سبحانه وتعالى قرآن لكم صفة إن الصفة قارئة لكم سبحانه وتعالى لكم سبحانه وتعالى أجنب ستة بيجينا شو المكان للشركة
قائلة فاسدة كان قويده فإن العجفات لا تنفك عن العارة. العجفات جسم لأنه جسم ولما جوهر ما تنقى إذا فيك بيك الجوهر والجسم إذا كان مخلوق عن وكيفك لما تفيق صفة وما لا ينفق عن الصفة ولا يسلقها هيقول كان سيقف صفة أسسك جلمه وهو مخلوق تكرمه يعني قادم جينا صفة ثبتا ديركو سبحانه وتعالى هي ديركو مخلوق هي ديركو تكرم ونه تفرض موجه مشكلة ونه تفرض موجه مشكلة كان في صفة قاريس من ديركو سبحانه تلاقى بناء صفة قاريس من ديركو سبحانه تلاقى قرآن ديركو سبحانه تلاقى صفة نه إنه لا ديركو سبحانه تلاقى صفة إلى القرآن بس نسيبه، وبناء على ذلك بقول كأن القرآن إذا كل سبحانه إذا برا كفر، إذا برا كان كافر، نكفر ذلك سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. مدينة كا، إن جاي مصيبة فمنا.